الزمالك يحسم سوبر القرن ويتوج بالسوبر الأفريقي على حساب النادي الأهلي بركلات الترجيح. ليه ده حصل وازاي حصل وازاي السوبر ده طلع عكس كل التوقعات؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. أنا خالد الكلاني وده استوديو مستحليلي. الأهلي في فورمة ممتازة، عمل تدعيمات ودعم خط الدفاع بأشرف داري ويحيى عطية الله. يحيى عطية الله بالتحديد شارك مع الأهلي كتير قبل ماتش السوبر، أو على الأقل في مباراتين خلوه يدخل في الجيم مع نادي الأهلي، وكمان قدم أداء ممتاز خلى الجماهير تطمن أكتر. رغم كده وبكل التوقعات المنطقية اللي بتأكد إن النادي الأهلي ليه الأفضلية على نادي الزمالك اللي مقدرش يعمل صفقات غير كام صفقة مجانية وإعارات في محاولة لتدعيم صفوفه قبل ماتش السوبر، لكن الزمالك خالف كل التوقعات المنطقية دي وشفنا لعيبته بتقدم أداء بروح قتالية ما شفناهاش طول الموسم اللي فات إلا في الكونفدرالية. ليه بنقول السوبر كان عكس التوقعات؟ خلينا أقول لحضراتكم إن النادي الأهلي ما هددش مرمى الزمالك تهديد حقيقي طول 90 دقيقة باستثناء لقطات بسيطة جدا. بدأت بالفاول اللي سدده أسامة أبو علي في بداية المباراة، ركلة الجزاء اللي تسبب فيها أكرم توفيق، وتسديدتين بس من حسين الشحات من بره 18. 90 دقيقة كاملة النادي الأهلي لم يهدد مرمى الزمالك من جوه 18 بعكس كل التوقعات اللي كانت قبل المباراة. السبب الثاني اللي بيخلينا نقول إن السوبر عكس التوقعات إن مصدر هجوم وخطورة النادي الأهلي كان أكرم توفيق اللي هو أصلا صاحب واجبات دفاعية، واللي قدر يخترق بكورة عنترية يوصل بيها لحد 18 الزمالك وياخد منها ركلة الجزاء اللي قدر بيها النادي الأهلي يقرب خطوة من التتويج بالسوبر الأفريقي. مش بس كده، أكرم توفيق خد ركلة الجزاء من حمزة المثلوثي واللي هو يعتبر أفضل مدافع في نادي الزمالك إن ما كانش أفضل لاعب خلال الفترة الأخيرة. حمزة المثلوثي هو اللي تسبب في الخطأ اللي قرب نادي الزمالك من إنه يفقد اللقب اللي قدر يتوج فيه بالنهاية. مش بس كده، خليني برضه أقول لحضراتكم إن أفضل مدافع في نادي الزمالك وأكتر حد قدر يمنع خطورة النادي الأهلي كان حسام عبد المجيد، واللي طول الوقت على الورق في الفترة اللي فاتت هو أضعف حلقة في دفاعات نادي الزمالك. سوبر عكس التوقعات علشان اللاعب اللي كل جمهور نادي الزمالك كان بيتمنى انه يخرج اصلا من قائمة الماتش وبيبقاش موجود لا بديل ولا اساسي في المباراة، هو اللي كان بينزل وبيشارك كبديل في الدقيقة 76 وبعد 40 ثانية بس بيسجل هدف التعادل اللي قلب كل شيء وخلى المباراة تروح لاتجاه تاني خالص، ويقدر كمان انه يسجل في ركلات الترجيح ويساهم بكل قوة في تتويج نادي الزمالك بالسوبر الافريقي. طبعا كلامنا عن ناصر منسي. نكمل ونقول ان السوبر ده عكس كل التوقعات لان واحد من افضل صفقات النادي الاهلي وهو يحيى عطية الله كان سبب رئيسي في ان النادي الاهلي يخسر هذه المباراه. رغم ادائه الكبير جدا في الماتشين اللي لعبهم قدام جورماهيا كيني، لكن يحيى عطية الله قدام الزمالك ما كانش ليه اي دور هجومي يذكر. ده غير كمان انه كان هو المتسبب في الخطا في التشتيته اللي حاول يخرج بيها الكوره علشان نادي الزمالك يروح بالكوره دي ويسجل هدف التعادل ويقلب كل شيء. مش بس كده، احنا في ركلات الترجيح شفنا اسامه ابو علي المسدد الاول لركلات الجزاء في النادي الاهلي بيضيع الكوره الحاسمه اللي بيتوج بيها الزمالك باللقب، وكان من قبله يحيى عطية الله اللي المفروض انه من افضل مسددي ضربات الجزاء جوه صفوف النادي الاهلي. عشان نكمل السلسله اللي بنقول فيها ان السوبر ده عكس كل التوقعات، محمد عواد ما كانش مقدر خالص ان هو يحرس مرمى الزمالك في المباراه دي لانه بعيد جدا عن الملعب بقاله فتره طويله، وكمان قصه التجديد بتاعته اللي طولت اللي كانت اصلا هتخليه يخرج بره الزمالك تماما، لكن يشاء القدر ان محمد صبحي يصاب قبل المباراه ويقف محمد عواد يتالق يتصدى الفاول خطير من اسامه ابو علي في اول المباراه ويتصدى ركله الترجيح ويقود الزمالك للسوبر الافريقي. في الوقت اللي كل الناس كانت متوقعه ان محمد حمدي هيكون الظهير الايسر لنادي الزمالك في المباراه باعتباره لعب اكتر من مباراه قدام النادي الاهلي، بنلاقي محمود بن طايج الوافد المغربي الجديد هو الظهير الايسر للزمالك. بن طايج اللي طلع عليه كلام كتير جدا ان جوميز ما كانش عايزه وانه اتفرض عليه اصلا ضمن الصفقات الجديده وانه خارج حساباته تماما، بيبدا اساسي وبيقدم اداء مفيش بعد كده وبيكون واحد من نجوم اللقاء وبيقفل جبهته تماما قدام بيرسي تاو اللي برضه اداؤه كان عكس كل التوقعات. اخيرا وعكس كل التوقعات، زيزو ما شاطش في العارضه زي كل مباراه للاهلي والزمالك، لكن للاسف التسديده اللي شاطها وكانت خلاص ممكن تخلص المباراه لصالح نادي الزمالك جت المره دي في ناصر منسي وبرضه ما دخلتش هدف في مرمى نادي الاهلي. خلينا نلخص لكم شويه ارقام حصلت بعد نهائي هذا السوبر الافريقي. نادي الزمالك بيحقق 15 لقب قاري في تاريخه علشان يتخطى نادي ليفربول الانجليزي في قائمه الاكثر تتويجا بالالقاب
الألقاب القارية على مستوى العالم. أما النادي الأهلي فهو مازال في مركزه في المركز الثاني ب 26 لقب. الزمالك بيحقق السوبر الإفريقي للمرة الخامسة من 7 مشاركات، أما النادي الأهلي فبيخسر السوبر الإفريقي للمرة الرابعة من 12 مشاركة. أخيرا محمود عبد الرازق شيكابالا هو الأكثر تتويجا بالألقاب مع نادي الزمالك ب 17 لقب. على المستوى القاري نادي الزمالك بدأ يأكد أن عقدة النادي الأهلي في النهائيات. رغم أن النادي الأهلي فاز على نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، إلا أن الاثنين اتقابلوا قبل كده في 2 سوبر أفريقي. أول مرة في 94 الزمالك فاز، وتاني مرة في 2024 وبرضو الزمالك فاز. عشان نقول أن إجماليا في النهائيات الإفريقية الأهلي والزمالك اتقابلوا 3 مرات، فاز الزمالك في 2 والأهلي مرة واحدة. إمام عاشور دخل التاريخ باعتباره واحد من اللعيبة اللي قدرت تلعب نهائيين قاريين قدام الغريم مع نادي الزمالك ومع النادي الأهلي. لكن للأسف إمام عاشور برضو معاه رقم سلبي تاريخي، لأنه خسر نهائيين قاريين مع نادي الزمالك قدام الأهلي في 2020 في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومع النادي الأهلي قدام نادي الزمالك في السوبر الأفريقي 2024. البرتغالي جوزي جوميز المدير الفني لنادي الزمالك أخيرا فك الاشتباك مع مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي. 3 مباريات جمعت بين النادي الأهلي والزمالك في وجود مارسيل كولر وجوزي جوميز. جوميز قدر يفوز في 2، واحد في الدوري ونهائي السوبر الأفريقي، وخسر لقب وحيد أو مباراة وحيدة كانت برضو مباراة بلقب في نهائي كاس مصر قدام مارسيل كولر. في النهاية السوبر الأفريقي زملكاوي، وفي النهاية الكرة المصرية بتهيمن على القارة. الأهلي والزمالك بيثبتوا أنهم الأكثر تتويجا وأنهم ملوك أفريقيا بدون جدال. ما تنساش قول لنا رأيك، إيه السبب في تفوق نادي الزمالك على نادي الأهلي في سوبر القرن؟ نشوفكم مرة ثانية.